Hello my friends, how are you today? أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. مثل ما وعدتكم اليوم بحلقتنا بدنا نرسم شجرة، وعلى أغصان هيدي الشجرة بدنا نحط الكلمات الجديدة يلي بدنا نحفظها ونستخدمها بجمل. I have the brown color. I will draw the trunk. Then I have the branches of the tree, and on the branches, شو بيكون عنا؟ بيكون عنا the leaves. كل ليف أنا رح أكتب عليها a new word. منبلش. أول كلمة أخذناها هي want، فإذا رح أحط هون want، بيرجع عندي go out. عندي go out. عندي ask and answer، رح حطهم هون. ask، وعندي answer، يجاوب. Ask and answer. بيرجع عندي careful، حذر. بحط careful. Fall down. Fall down، يقع. هلا عندي crunchy. عندي crunchy sound. عندي quickly. quickly. jump up and down. راح احطها هون. Jump up and down. Jump up and down. عندي هلا laugh، يضحك. عندي grab. Grab. Scared. فإذن هودي هن حطيتهم كلهم. Let's do a small revision. Want. Go out. Crunchy, fall down, careful, laugh, scared, jump up and down, quickly, ask, answer, and grab. وهلا شو رح نعمل أصدقائي؟ بدي حط حد كل وحدة منهم إذا هي verb، فعل. نحن أخذنا الفرق في verb يلي هو فعل بيدل على شيء عم ينعمل، action، برات جسمنا أو بعقلاتنا أو شيء عم نعمله. في عنا noun، اسم، وفي عنا adjective يلي هو الصفة. إذا كان verb رح حط V، إذا كان adjective رح حط A.
وإذا كان عندنا nouns حط n. خلينا نبلش. Want, I want, أنا أريد. It's a verb. V. Go out, يخرج. It's a verb. V. Crunchy, crunchy sound. It's an adjective. عم توصف كيف هو الصوت. A. Fall down, يقع. يقع. فعل. Verb. Laugh, يضحك. Verb. Scared, خائف. كيف هو خائف؟ عم بوصفه. It's an adjective. حط A. Careful. He is careful. حذر. كمان هيدي صفة. Adjective. Ask, يسأل. Answer, يجاوب. اثنيناتو الأفعال. Verb. Verb. هلا عندي grab. كمان يمسك أو يأخذ. عندي هون verb. Jump up and down. بنط لفوق ولا تحت. عندي ياه كمان verb. Quickly. بسرعة. عم توصف هون. It's not an adjective. It's an adverb. عم توصف الفعل. He is running quickly. هيدي رح نخدها بعدين. مش هلأ. بس هي منا adjective. خلوها براسكم. بعدين بناخد عنا. فإذا كان عندنا verbs وعندنا adjectives وهودي الكلمات، خليني أجرب أنا وياكم نحط اثنين منهم بجملة. في عندي want. شو في يحط؟ subject the girl. الفتاة. wants تريد. ليه حطيت s أنا؟ لأنه the girl محل بحط she. she wants. the girl wants. فينا نحط milk. تريد الحليب. The girl wants milk. The girl wants juice. The girl wants coffee. تبهو. Wants مش want لأنه the girl. And the subject هون. الفعل. عند الverb. الفعل. هون. عند الobject. شو بدها البنت؟ ماذا تريد؟ تريد الحليب. فإذا هون عندي الobject. فيكون object، فيكون time، فيكون place. أما هلأ إذا بدي استخدم كلمة تانية، عندي go out، يخرج خارجا. go out. شو تعلمنا نحن جملة بقول لأخذ الإذن أنا بالخروج؟ بقول may I go out. may I go out. بديكم تتعلموا هذه الجملة. May I go out? question mark. حطيت أنا هون عم فرجي إنه هيدي جملة من آلة. May I go out? May I go out? إلنا نحن دائما بستخدم may I تأخذ إذن، استأذن أو اسأل. May I drink? May I move? May I come, may I go out. كلن بستخدم may I بطريقة لطيفة and respectful بطريقة محترمة. فإذا هودي هن الجمل والكلمات. ما تنسون إذا فيكن تعملوا عن باقي الكلمات كمان جمل بتكونوا كتير شاطرين وتعلمتون. هلأ أصدقائي أنا وياكن رح نروح مع بعض، بدنا نتذكر بعض الأضداد antonyms. إذا بتتذكروا أخذنا قبل ضد يعني antonym، وأنا عندي هون antonyms رح أحط لكم إياهم على البورد لحتى نتعلمهم سوا، وشوف إذا بعدكم تتذكرون. عندي أول كلمتين best and worst ضد الأفضل الأسوأ. بيرجع عندي bored والأنتنم تبعها excited. bored يعني يشعر بالملل. excited يعني متحمس. كفي. عندي dull and interesting.
إذا عندي dull interesting. Interesting يعني بيحمس أو بيخلينا نتحمس. dull يعني بيخلينا نشعر بالملل. كفي عندي early and late. وإذا بتلاحظوا هودي معظمهم هن adjectives بيوصفوا early باكرا late متأخرا. عندي identical and the same. identical يعني مثل بعض, different يعني مختلفين. identical and different. كمل عندي small. شو الدوت تبعها؟ الدوت تبعها small and big. منكمل عندي joy and grief. joy يعني فرح أو سعادة وضدها grief. هلا عندي جميل pretty. شو ضدها؟ ugly. عندي هلا full and empty يعني full مليان, empty فارغ. full and empty. عندي calm and worried. worried يعني قلق. ضده calm. calm and worried. عندي noise and silence. noise ضجة, silence هدوء, أو لما ما يكون في صوت نقول it's silent أو there's silence. عندي dark and light. dark إذا بقول dark color يعني معتم, light فاتح. وآخر شيء عندي up and down. up and down. up فوق, down تحت. فإذا أصدقائي هودي هن الأنتونيمز. خلينا نرجع نقراهم مع بعض. عندي best worst, bored excited, dull interesting, early late, identical different, small big. عندي grief joy, pretty ugly, full empty, worried calm, noise silence, dark light, up and down. up and down. هودي في منهم بيكونوا adjectives, بيكونوا منقول صفة, بيوصفوا صفات, وبهالطريقة منعرف الضد تماما إذا بدنا نستخدمهم بجمل. وهلا أصدقائي قبل ما نخلص بدي فرجيكم مكعب أنا رح حضره للأسبوع المقبل. هيدا المكعب فيي أنا ارميه وشوف أنا أي question word بتطلع عندي. why, where, when, what, who, how. بصير استخدمه لحتى أسأل عن القصة. why بدل على السبب, when الوقت, where المكان, what ماذا أو ما, who من, how عن الطريقة أو الوسيلة. فيكن تعملوا واحد مثله حتى نكملوا مع بعض بالحلقة المقبلة ونسأل عن القصة. bunny falls on the leaves نستخدمه للمكعب حتى نسأل عن الشخصيات, عن السيتنج, المكان والزمان, ونستخدم كل الquestion words. أنا هلأ خلص وقتي أصدقائي. إن شاء الله تكونوا تعلمتوا إشي جديد اليوم. بشوفكم بالحلقة المقبلة. ادرسوا منيح وعملوا مراجعة. باي باي. Leaves are falling, leaves are falling, what does this mean? I can feel the breeze, it is getting stronger. Look at the trees, they cannot hold their leaves any longer. Falling.
is here, fall is here. Leaves are falling, what does this mean? Fall.